لكن ده حيث النقاش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن الناس بالناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولكن الناس هم عدة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. وَأَسَلُوا
من تذابت ذلك فهو على بنيه. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء وبما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم هدي فارقا كفدية وكفارة طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز انتقام. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. جعل الله كعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. يحبسونهما من هذه الصلاة فيقصي
من دون الله. قال سبحانه
ليتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. يعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم يرى صادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يجهلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء وما كانوا به يستهزئون. قالوا يا رب أهلكنا من قبلهم من قرن فأهلكناهم بأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء فعليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا بقرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه
الحب وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ فإنكم لتشهدون أن مع الله وإنني بريء لما تشركون.
بالأرض أو ظلما بالسماء لمن آتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين صدق الله العظيم.
ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا اليوم إن كان هناك خلاف للعلماء، الأغلب من العلماء يقولون أنه ولد صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم. رسول الله مدحه الله عز وجل بالكثير من الآيات، ونقول فيه ما نقول، يعني تقول تدعي لا يمكن أن توفي لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه من المدح ومن الثناء ومن التعظيم ومن الإجلال ومن التمجيد ومن التقدير. لكن أهم صفة يمكن أن تمدح بها أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي محبته المتمثلة في اتباعه. الرسول صلى الله عليه وسلم غدا يوم القيامة سنسأل عن اتباعه، هل اتبعناه صلى الله عليه وسلم؟ أما مدحه الثناء عليه ذكره تعظيمه تبجيله كل ذلك جميل كل المعقول لا يؤدي إلى الإطراء المذموم لإنهاء عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم هو نفسه لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح، لكن قولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليك يا رسول الله. آية تحفظونها جميعا، سورة تحفظونها جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه الآية هذه من الصور أو من الآيات اللي امدح فيها الله عز وجل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ورفعنا لك ذكرك. فما معنى ورفعنا لك ذكرك؟ قال العلماء الله عز وجل يقصد، الله أعلم بما يقصد، لكن العلماء يفسرون. قال الله تعالى عندما قال الرسول ورفعنا لك ذكرك معنى وصلت اسمك باسمي، جعلت اسمك مقرونا باسمي، لا يوجد أحد أو ملك إنسان جن إنس ملك مقرب نبي من الأنبياء، لا يوجد أحد يقترن اسمه باسم الله عز وجل إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا ما معنى ورفعنا لك ذكرك؟ معنى جعلت اسمك مقرونا باسمي، دائما يذكران معا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أين يذكر؟ في الأذان والتوحيد، يعني في الأذان كان سمع المؤذن لا يقول أشهد أن لا إله إلا الله بدون أن يقول أشهد أن محمد رسول الله، لا بد أن نذكرهما معا. طيب في التوحيد يعني حتى في دخول الإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا تكفي، لا بد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فالله عز وجل يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رفعنا لك ذكرك، معنى الذكر ديالك رفعناه وجعلنا لك قيمة. قيمة فيه أول بلاصة كتبنا فيها قيمة وهو لا أذكر إلا وذكرت معي، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية. ابن عباس معروف أنه أول من فسر القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول في تفسير هذه الآية ورفعنا لك ذكرك معناها لا أذكر إلا وتذكر معي، هو تفسير ابن عباس. قال ابن عباس لا أذكر إلا ذكرت معي في الأذان والإقامة والتشهد وعلى المنابر في الجمعة في الأعياد في عرفة في الحج في المناسبات، دائما يذكر الله تعالى ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه البصرة الأولى التي رفع الله تعالى فيها اسمه شأنه وذكره صلى الله عليه وسلم. الموضع الثاني نوهنا باسمك، معنى رفعنا لك ذكرك نوهنا باسمك وجعلناك مشهورا في المشارق والمغارب. من لا يعرف اليوم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من لا يعرف محمد نبي المسلمين؟ فالله تعالى
رفعنا لك ذكرك معناها جعلناك مشهورا في المشارق والمغارب عند الإنس وعند الجن وعند الملائكة. مجموعة الأمور التي رفع بها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناك في الكتب المنزلة. الرسول مذكور في القرآن، الرسول مذكور في التوراة وفي الإنجيل قبل أن يأتي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عيسى عليه السلام يقول الله تعالى على لسانه عيسى بن مريم يقول لبني إسرائيل ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومبشرا عيسى تبين الله تعالى في القرآن راه عيسى اللي كان رسول من الرسول ديال الله عز وجل الذي أنزل عليه الإنجيل، راه كيقول لبني إسرائيل راه جئتكم ها ببينات من ربكم وجئتكم بواحد البشارة اللي هي أنني كنبشركم بواحد الرسول غادي يجي بعد مني اسمه أحمد. فالله عز وجل وإذا أخذنا من المدينة ميثاقهم أو كذا الله تعالى قال لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. فسروا العلماء بأن الله تعالى أخذ على الأنبياء العهد أن كل واحد بعده أن يبين أن يبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبهذا رفع ذكره سبحانه وتعالى. ذكرناك في الكتب المنزلة على الأنبياء قبلك وأمرناه بالتبشير بك. الله تعالى ذكر الرسول في التوراة والإنجيل وأمره وأمر الأنبياء موسى وعيسى وغيرهم الأنبياء بالتبشير به صلى الله عليه وسلم. أثبتنا لك شرف الرسالة والنبوة، أعطيناك شرف الرسالة والنبوة، لأن بعض الأنبياء كانوا رسل وبعض الرسل كانوا بعض من بعثهم الله كانوا أنبياء فقط، وبعض من بعثهم الله تعالى كانوا رسل فقط. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع الله تعالى له ذكره بأعطاه الرسالة وأعطاه النبوة. الفرق بين الرسالة والنبوة أن الرسول هو يأتي بشرع جديد ينسخ من قبله كله أو بعضه، هذا هو الرسول في اصطلاح علماء السير. أن الرسول هو اللي كيبعث الله تعالى بواحد شريعة جديدة، إما كتنسخ الشريعة ياخذ منها كلها أو تنسخ جزءا منها، وهذا واقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بمعنى جاء القرآن وفيه أمور نسخت ما كان قبل الشرائع اللي كانت قبل شريعة موسى وشريعة عيسى، كل ذلك نسخ بما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الرسول النبي يعمل بشريعة من قبله ويدعو إليها، وهذا معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الأمور التي يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند الأنبياء قبله، فإذا أمر بما كان عند الأنبياء قبله فهو نبي، وإذا نسخ ما كان عندهم فهو رسول. فالله عز وجل يقول سيدنا محمد رفعنا لك ذكرك أعطيناك شرف الرسالة وشرف النبوة. من الأمور كذلك اللي رفع بها الله تعالى ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جعل طاعته من طاعته، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول في القرآن، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وجعل الله تعالى معصية الرسول صلى الله عليه وسلم معصية لله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله، آية قرآنية، من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. شو تعبير القرآن؟ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ما قالش من أطاع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. الفعل المضارع من يطع فعل كيدل على الاستقبال، كيدل على التجدد، لما نطلب منك أن تكون دائما في طاعة رسول الله، ماشي يوم واحد، أن تكون دائما محبة لرسول الله، ماشي يوم واحد ولا شهر واحد، تكون دائما محبة، تكون محبتك دائما جديدة. تقول لكم دائما محبة الكرام، نقرأ القرآن ونخدم بعقل، أنا أستاذ اللغة العربية مثلا. علاش الله تعالى قال من يطيع فقد أطاع؟
بيقول من عطاء الرسول لا عطاء الله. أنا واضح من يطع الرسول فقد عطاء الله، لكن فعل المضارع مش هو الفعل الماضي. الفعل المضارع يعني التجدد، يعني الحدود، حاجة جديدة. ما نطلبش من نفسه واحد طاعة قديمة عادية. من كل قال الله تعالى مثلا من أطاع الرسول، يعني لو حدثت من قطاعة للرسول في أي زمان واخترتم زمان ماضي صافي هكا تعتبر أطعت الله. الله تعالى يقول لك لا، ما بغيناش منك طاع الرسول في واحد الوقيته بعيده وتحسب عليك راك تاع الله. لا، إذا أردت أن تحسب أنك من الذين يطيعون الله خصكم طاعة الرسول جديدة دائما دائما. يعني مع الثمانية مع الستة ندير الفجر فقط أنت تطيع رسول الله. درتي آداب استيقاظ تطيع الرسول، توضيتي تطيع الرسول، جيت الفجر تطيع الرسول، خرجت المسجد دائما معك الرسول، جيت في العشرين استحضر أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كتكلم على الصدق والعشرة وصدق المعاملة وعدم الخيانة وعدم كذا. تتعامل مع الزوجة ديالك مع الأحباب ديالك مع الأبناء ديالك مع دائما تستحضر صورة الإسلام، تطيع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، تنتهي أوامر الله. تصوروا معايا من أطاع الله، من أطاع الرسول، من أطاع الرسول فقد أطاع الله. ممكن تكون تعطي الرسول 2001، شي مرة تعطي الرسول في شي حاجة في 2001، إذا راك داخل هنايا من أطاع الرسول فيما مضى، واخا يطيع صدرك، فقد أطاع الله، لكن القرآن ما كيلعبش بالكلمة، حنا ما بغيناش منك أطاع، لا، لأنك يطيع، من يطيع الرسول فقد أطاع الله، ماشي منك الطاعة ديال نهار واحد، ديال شهر واحد. يد يومين، لا بد منك طاعة مستمرة دائما لاصقة فيك، دائما كاينة معك الطاعة جديدة. صلاة الفجر هذه طاعة جديدة، بمجرد ما سميتي صلاة الفجر درتي الذكر جديدة، مباشرة خرجتي صلاة الرحيم جديدة، مشيتي فطرتي بسم الله الأدب ديال الأكل جديدة، طاعة جديدة. خرجتي مشيتي تركب على السيارة ديالك بسم الله، تخرج من المسجد ديالك بسم الله، توكلت على الله ولا حول ولا قوة، أدب خرج من المسجد، أدب خرج من المسجد من البيت، طاعة جديدة. مشيتي حلت مع 23 تركب في السيارة أدب الركوب، مشيتي 23 بالصدق في المعاملة طاعة جديدة. هذه هي رجعتي ثاني وصلت صلاة الظهر جيت المسجد دائما طاعة جديدة. إيوا واش تبغى هاد الآية وبارك علينا نحن هاد النهار تاع كامل بارك هاد الآية إلا فهمناها. من يطيع الرسول فقد أطاع الله فقد. وكانت سلمت لكم على الشرط والجزاء والرابطة اللي كان اللي كيفهموها الأساتذة ديال اللغة العربية وبعض الناس اللي عندهم إيمان باللغة العربية. من يطيع الرسول هذا شرط، معناها من كانت طاعته للرسول دائما وراء هذا هو اللي كيسمى أطاع الله، هذا هو اللي محكوم ليه ها بقد أطاع الله. لأن قد كيف التحقيق قد حرف إذا دخل على الفعل الماضي كيف التحقيق. إذا معنى من كانت طاعته لرسول الله دائمة وجديدة ومستمرة وغير منقطعة هذاك فقد حقق الطاعة المطلوبة منه، وهذاك هو اللي حقق الطاعة. أما اللي طعامه كيف مع صلاة الفجر؟ مع صلاة الفجر هذاك أطاع الله، ومع الثمانية يقدر في عباد الله، هذاك ما حقق الطاعة. ما قدرش الله تعالى من أطاع الرسول مع الفجر أوف مع الثمانية بلا ما يتعب طال الظهر ثاني عاد يعاود ثاني أطاع الله. لا، الرسول قال لك قال لك من يطيع معنى خصو لاصقة فيك، هذيك الطاعة لاصقة فيك ما تحليش منك دايما معاك جديدة دايما دايما جديدة دايما جديدة دايما فيك حادثة، معنى حادثة جديدة ماشي قديمة، كاين عندنا الحادث والقديم جديدة ما قديمات. إذا من يحقق طاعة الله؟
الطاعة الحقيقية شو اللي حققها؟ هو ذلك المسلم المسلمة المؤمن المؤمنة اللي الطاعة دياله دائما جديدة دائما كاينة دائما يرى رسول الله وصرعه في أفعاله دائما الصرع ديال الله تبان الصرع ديالو في القول ديالو دائما السيد هذا لا يتحرك إلا بشرع الله هذا هو المسلم أنت بتحرك الفكر ديالي أنا ولا هذا هو المسلم لا يتحرك إلا بشرع الله الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لحنا أنا والله تعالى جعل طاعة ديال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إذا رفع الذكر ديال صلى الله عليه وسلم والمعصية ديال الرسول معصية ليه أنت ملي تطيع ما جاء تطيع الرسول فيما جاء به شي حاجة ونهار الآخر وما باقي تعصيه فيه إذا عصيت الرسول فيما جاء به في بعض ما جاء به فقد عصيت الله من يطيع الرسول فقد أطاع الله وفي آية أخرى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لأن الله تعالى يرفع الذكر ديال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن تقول لنا اللي جابها لكم هذا خذوها من له واللي نهاكم عليها ابعدوا منها هذاك راه الشرع ديالي هو هذا خلاص يعني ماشي غير يرفع اش باقي تعرف تمدح مثلا اش باقي تقول تمنى ما تصلي عليه صلي على رسول الله فقط اش باقي تعرف تمدح انت تقول فيه ماذا ترى السيره ديالو جميل مزيان نقرا سيرته مزيان نقريها المنادي جميل نستمت منها نستشف منها نخرج منها بعض الاخلاق ديال المعامله وهي عظيمه وكاين علماء ألفوا فيها ثقه السيره انا لا يمكنش ندير لكم انا جمعه واحده على الرسول راه ثقه السيره ألفوا فيها الناس كتب بمعنى سيره الرسول صلى الله عليه وسلم والحياه ديالو خرجوا منها العلماء مجلدات كيفاش تعامل مع جار كيفاش تعامل مع صاحبك كيفاش تعامل في العشرة كيفاش تعامل في الدعوة كيفاش تعامل في عاد درس كان بعض تسمى فقه السيرة يعني فقه ماشي فقه العبادة فقه الصلاة فقه الزكاة فقه هذا هذا فقه خاص بالسيرة يعني ما يفقه من السيرة وما يفهم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من الاصدقاء السيره ديالو وتقرب لها الابناء ديالك وساعه اذا كنت استاذ ساعه ساعه تشير للطلبه واخا ما تكونش مقرر انك تعطيها للتلاميذ لان هذا واجب عليك انت اخي كاستاذ وكمعلم حتى تكون مع رئيس اداره انك تكون في جلسه مع الموظفين ديالك ولا تكون عندك غشي موحد وعندك شي خدامه ديالك لا بد ان يكون معنا دائما هذاك السلاح ديال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم واحد من الرسول دار واحد من الصحابة قالوا وقال لهم الرسول السيرة فقعت الناس هذوك اللي خدامين عندك تابعين الرسول هذوك ما ودي عاود شوفوا هذا الرسول شنو كيدير مزيان وما يكونش هذا الشيء مرة حتى رفضنا انا ما شفت شرفنا ولا ما هذا ما هذا ما عرفش منين جا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني محبة الرسول كل شيء كيدعيه ولكن كما قال بعض علماء السلف رحمهم الله ورضي عنهم أن الادعاء كد له الاتباع الادعاء سهل سهل أنا كنحب وكنحب إيوا تبعو الاتباع صدح الادعاء شوف الانسان كيدعي شي حاجه شوف مدى حبه انت ما كتشوف الان الحب ملي ديال شي حاجه ملي كيتغلغل في القلوب ديال الشباب كتلقى شاب داير قاضي في ودنه هنا هي هذا اللي حدا هذاك ديال ريال مدريد دايرها تيتكلم مع صاحبه تما كيفهم تيقول له صاحبي راك غادي يوفي من باش بيزر تيعاود يمشي يتفلفل قال لي يا صاحبي دير هاد البلاصه شوف الحب في الوسط هذا الى سدي شي حسينه غادي تسديها الحب والاتباع شوفوا حبنا
لان الكره في وسط يوصل شي واحد ضرب على خمسه اللعابه ماشي فريق احكم سول عمر شنو يقول لك كان صحابه واحد محمد بن امينه واحد سميتو والله ما محمد بن الى بالك محمد هادشي راه عارفينو بلا ما نقول دخل غير الانترنيت غتلقى العجب شباب مساكن فيهم غير عبدين تيدور تيسولو تيسولو الدعياء رجال ونساء عطينا عرفات خمسه المغنيين مصريين ما يكونش يمشي لواحد بلاني بديو كتفلسف عليه كتقول لهم بديو رجال ولا عيال عطيني خمسه الفنانين المصريين ذكور ولا اناث شوف يعني حافظه هي كلشي خمسه الاغنيه فلان موجودين عطيني خمسه الصحابه عبد القادر الجيلاني شي حاجه كتضحك مولاي ابراهيم شتي السبب هو حتى يحتفظ بالرسول بالرحمه لو اننا نحتفظ به يوميا نقربوا لولادنا الصباح العشيه نهضروا مع ولادنا نقولوا برشا الصحابه غادي يعرفوا شحال اسماء الصحابه كاينين شحال اما في مفهوم الرسول خلاص شكرا لك وزازه ما عرفتي ما عرفت على الرسول كاع شكون انتوما ملح البلد يا احبه الكرام اللي كتجيو الجداد ويا ما شفتوا بخير انتوما راه تسمع عنا داك قبل البارصه وقبل الريال وقبل اتليتيكو وقبل فين قبل شي اسماء وشي عجائب شحال دفع العاد شحال شنو شكون تيسيرو عليه شكون جابو امتى جا المدير ديالو شكون امتى تزوج شحال ولد امتى ولد والرسول اسم ديالو الثلاثي ما عرفوش اسم باه وجدو ما عرفوش اللي هو تيقول انا مسلم هذا دليل على اننا لا ما كنحتفلوش بالاحتفال الحقيقي برسول الله وهذا دليل على المحبه الحقيقيه اللي كتبان المحبه الحقيقيه شوف شوف كتبان هذاك اللاعب صلاح محسن يصبحوا محسنين ثاني صلاح مسلع يصبحوا مسلعين كاملين داري تبعين يصبحوا مصلعين كاملين خلى قر يصبحوا مخليين كاملين الله ينزل تهضر معاه تبقى هذا تهضر معاه تهضر معاه تياب ممزقه ما تابع واحد مزق تياب صباح مزق تياب ديالك عرفت شحال فيه حلم صباح صباح مزق تياب 40 مليون شاب تبعته صافي قلبها صافي لانه يحبونه ديك المحبه سبابها ما كيهمناش هذا شنو غير المحبة إذا تخلخلت في القلب ماذا تصنع؟ فاحنا ملي ما كيباش علينا ها محبة النبي برا يلا احنا باقي ما كنحبوش النبي فعذر لك يا رسول الله أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الإيمان على أقصى المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أحبة الكرام نشوف الأمور اللي أرفع بها الله عز وجل ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه صلى عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي وأمرنا بالصلاة عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا واللي صلى عليه مرة الله تعالى كيصلى عليه عشرة فترة كيجازيه وهذا كنرفع ذكره صلى الله عليه وسلم شكون فينا اللي داير واحد النهار واحد السويعه في العشيه كيخص هذه الصلاه على رسول الله. واش ما حبوش لينا من كبير؟ انت كتشكر الله سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر حرم الدين سبحان الله العظيم تقدير الله لا حول ولا قوه الا بالله كل شيء مزيان ولكن واش تخدم رسول الله؟ الصلاه على رسول الله ها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اهل محمد كما صلى الله عليه وسلم صلاه ابراهيم الأمور اللي رفع بها الله عز وجل ذكر سيدنا محمد أنه ما عمرو عيط فيه الاسم ديالو
إذا قد القرآن كتلقى يا إبراهيم مع أنه خليل الله، كتلقى يا موسى مع أنه قطع على كلمه، كتلقى يا عيسى مع أنه روح الله، ما تلقاش يا محمد. يا محمد الله تعالى ما تعيشش باسمه، وهذا من تمام التعظيم والتشريف والتقدير لرسولنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كتلقى يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، في عيتين، الاسم ديال الرسالة والاسم ديال النبوة، وهذا من باب تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، عندنا واحد الإعلان هنايا بخصوص الإخوة يسألون عن كتاب، الكتاب هذا مع الأسف تأخرت ديالو لأن برامج استعمالات الزمن ديال المؤسسات تأخرت وجات كلها يعني مغايرة شي شوية لما كان عليه في السابق. فلذلك تأخروا الإخوان في فتح الكتاب. الحمد لله الكتاب ديال نسجيب الإمام لتحفيظ كتاب الله راه تفتح، والناس اللي كيهمهم الأمر كيسولوا على هذا الأمر، هذا راه السوايع ديال العمل يعني الأربعاء والسبت بعد العصر والحد الصباح 9:30 تقريبا. إذا أوقات العمل في الكتاب نسجيب الإمام لتحفيظ سريع القرآن إن شاء الله الأربعاء والسبت ورا العصر والحد صعود ومسح. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحابته الأطهار خصوصا المناهج والأنصار. وفق اللهم أمراء المسلمين في الأنصار، وفق اللهم أهل المؤمنين محمد بن سلمة كما ملك هذه البلاد إلى ما في خير العباد. اللهم وفقه لرضاك كما له في رضاك، اللهم اشف أجره وقو عرضه بأخيه وأقل عنه بعهده وأمكن شأنه مجرد على أبيه وجده سقيه عمره الإسلام يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. خصوا اليوم وغير اليوم اوقات للصلاه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما ينبغي ان يكون حاضرا في اذهاننا وفي عقولنا وفي افعالنا تصرفاتنا. هذا هو حقيقه الاحتفال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله ما تكرر، والله ما يتحقق الاحتفال الا باتباعه صلى الله عليه وسلم. الصحابه كانوا يحتفلون باتباعه، تبعوه باتباعه، قرون عظمى باتباعه وامتثال اوامره واجتناب نواهيه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين. سبحان الله رب العالمين، والسلام والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو.
الله أكبر. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. فاتح الوالدين والأشراف والمحدثين وكافة المسلمين والمحسنين. اللهم اغفر له وارحمه، صلى اللهم بارك في عمره.
اللهم